فين الزوز؟ أول هي في البيت جوه؟ يا زوز نعم أحمد. زوز أنا جاي. أنا نقول لك بلغة تكنيت باللغة ديالكم أنا جاي. أنا جاي. اجلس معانا يا زوز. إيش كدير هنا؟ القهوة. قهوة؟ الحبيبة دي العيش. اسمها العيش. صافي كل واحد باش نبلي. بصحتك. حبيبي. مش هتيجي معانا على مراكش؟ أنا سمعتكم كنتوا في الفيديو قلتوا غادي تمشيو لمراكش ولكن أنا صحابني غير أنا كنت طالع الصين يا زوز بس أنا هاجي مراكش أنت رايح يا زوز. قول لي تعال داخلين فيها حتى الحلفاء. الحلفاء غادي يدخلوا معاك. يا سيدي المعروضة تربح كما كنقولوا حنا المعروضة تربح حتى حنا والله ما كرهنا نمشيو نسخنوا غير عظامنا شوية في مراكش لأن قتلنا البرد ديال نضرب الطوموبيلة ونطير. ولكن الطوموبيل ما غاتكفيش يا زوج زيد أنا هشيلك فوق دماغي. لا أنا غادي نمشي قسما بالله نشيلك فوق دماغي ونمشي بيه. لا مادام العائلة كلها غادي تمشي ما غاتكفينا المهم نتوما تمشي وأنا غندي معايا اللي غادي يمشي في التران ولا غادي يمشي معكم؟ هتحصلنا في التران؟ لا التران على الدم التران موجود. ما مش هتتعب طيب؟ لا ما تتعبش. رياضة بالنسبة لك يعني؟ لا بالعكس. بالعكس مني تمشي معكم مدام ونمشي معك. هو مراكش من الرباط لمراكش قد ايه كام ساعة دلوقتي؟ 3 ساعات ونص تقريبا. 3 ساعات ونص؟ هي كم كيلو طيب؟ طولتي يمكن تكون غير شي 3 ساعات كم كيلو؟ ساعتين ونص. كم كيلو؟ هتكون شي 300 كيلو. 300 كيلو؟ 300 كيلو. انت عارف 300 كيلو دي عندي انا في مصر طبعا انا اروحها في قد ايه؟ لا انتم هذيك عندكم 300 كيلو اروحها في قد ايه 300 كيلو دي؟ هذيك ربعين كانت تقيل. انت عارف هقول لك اروحها في قد ايه ولا لو انا في مصر 300 كيلو وهتقول عليا ان انا كذاب بروحها في ساعه ونص 300 كيلو دي. لا احنا لقيت تلقى راسك معتقل عند الجندرم ولا حاطط شي قبر ليه حبيبي يا زوز. لا ما كاينش هادي بسرعه ما كاينش. طب هتوديني فين في مراكش؟ هتوديني فين في مراكش؟ نديوك الكيلي نديوك جامع لبنى نديوك المناره نديوك لا كاين المناطق عاد كاين واحد كيعيطوا لها بالمصريه بحال ست فاطمه هي السيده هما كيقولوا ست فاطمه ده وادي ده واد ولا وادي؟ واد لا هو واد هو من صح جات في وريكا بس دي بعد مراكش لا مراكش بعيد على مراكش الطريق لا من بعد مراكش بعد مراكش الطريق اللي غادي تمشي ديال وريكا الطريق ديال وريكا تقريبا غادي تكون واحد 20 كيلو ولا داك انا ما عرفت بالضبط مشينا لها ولكن انا ما كنقبطش انا المهم غير المناطق اللي غنمشي فيها تكون فيها 20 كيلو ولا 100 كيلو ولا غير نوصل ليها بسلام وصافي ان شاء الله ان شاء الله حبيبي. لا زوينه منطقه نديرو فيديوهات انا وانت هناك نديرو في كل شيء. طب واهل مراكش لو نزلوا يقابلونا في عند الجامع مثلا ولا في الساحه لا كل شيء ندير فيديو كلنا مع بعض لا نديرو مع الحلوشه ومع القروده ومع قاعد اللي كاينين تما اللي تحت القروده كاينين في جامع كاينين هنا كاينين تما. انا عايز اقول لك انا اول مره اروح مراكش انا جيت على الشغل على طول. لا غادي تعجبك لان دابا ما عمرك مشيتي لمراكش وغادي تعجبك. لان انا كنت دايما لما كنت اسافر شرق شمال الشمال الجنوب بالنسبه لي ما نخشوش ان شاء الله كاين لا ان شاء الله دابا رحله زوينه. كنتي غتشوفو قبل ولكني ما كانش مكتب كانت الظروف وصافي اما مراكش عندنا احسن. ايوه تقريبا بحال غتمشي لمراكش بحال غتمشي لطنجه نفس المسافه كويس مزيان ولكن مراكش زوينه مراكش اسمها مراكش الحمراء مراكش الحمراء والناس ديالها تا هما ناس معروفين ناس غير ديال الضحك ديال الابتسامه يبقى هنعمل فيديوهات زي الفل. لا تاكل طنجيه معروفه طنجيه لا اللي بعديها ايه قال ايه تاكل طنجيه لا هو جمع فنا لا هو الزوز قال حاجه ثانيه ايه انت قلت الطنجيه وغير الطنجيه في حاجه تانية؟ كاين طواجن حنا كنقولوا الطنجيه الطنجيه المراكشيه لا يعلى عليها الطنجيه المراكشيه لا يعلى عليها هذيك الاختصاص ديالهم هذاك هو الطابع ديالهم هما ديال مراكش الاكله المعروفه في مراكش طب نروح نجار تاكل هذه نروح مراكش حتى انت ناقصك شويه ديال التربيه ولكن اروح مراكش واتمركش
لا 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 ماشي هاد الماركات هاد زركات. لا مرات وتلقى الناس ديال صحاب النكات وصحاب هما هدرتهم كلها هي الضحك والتهليك المنطقة سخونة المنطقة مراكش والناس مرخيين لا فهدرتهم الهدرة ثقيلة الهدرة عندهم ثقيلة موزونة وثقيلة بحال واحد خارج من الحمام وخارج من الصهر كيهضر ديك الهضره اوا اشتا وا بيتي بغيتي طب والله عسل والله هضرتهم فيها غنه ولا كما كنقولوا لها غنوه احنا نقول زي الغنوه كده صح رنه نقولوا لها غنه الهضره زوينه الهضره ديالهم فيها غنه ولكن مزيانه لان غير كتشوف المراكشي بدا يضحك قبل ما ينطق بيضحك دي اهم حاجه لا هو كيضحك اهم حاجه خلقهم الله للفرفشه ندوزو لا لا خلقهم لا مزيانين الناس ديال مراكش ظريفين كانوا معايا نيت خدامين وداكشي كانوا تبارك الله الناس ديال الضحك واخا في عز المشاكل وفي عز الكوارث وكلشي كتلقاه كيضحك راه في الكنايس كيضحكوا نروح نروح مراكش ونشوف الدنيا تمشي ازاي لا ان شاء الله احنا النهارده الجمعه يعني بكره هو بكره خلاص بكره ان شاء الله نوصل على العصر كده ولا حاجه ان شاء الله ونشوف الدنيا تمشي ازاي لا لا غادي تمشي وغادي تعجبك دابا احنا كنقول لك ولكن ان شاء الله غادي تمشي باذن الله احنا دابا غير قلنا لك شنو اللي كاين في مراكش وانت غادي منطقه ديال السياح راه كيعرفوها العالم كله طبعا معروف طبعا طبعا معروف مراكش كاسم حتى بار يعني مش كده كان مش عربيا بس يعني ده اجنبيا من العالم كله هي مزيانه وتمشي عليها بالريك احسن لان باش تمشي بالسياره ولا لا تمشي هذه المناطق كلها باش تشوف المآثر اللي كاينه التاريخيه لا كلها زوينه كلها تمام ان شاء الله غادي دابا حنا واخا نقول لك ولكن انت دابا انت اللي غادي تقول لنا من بعد منين تشوف لازم نروح تاني لا تمشي دابا منين تمشي وتعاودنا على مره دابا هادشي اللي عاودناك وسمعتي عليه دابا انت منين تمشي اروح اشوف عاد قول لي الارتسامات ديالك انت غادي تقول قول لي شنو اللي كاين طيب تمام كاين فيها اكبر مسجد الكتبيه اها وسبعه رجال معروف سبعه رجال و سميتو المناره معروف نشوف الدنيا تمشي ازاي بس ندي تحية لأهل مراكش ونقول لكم جايين لكم بكره ان شاء الله ونتمنوا رحلة للمشاهدين بإذن الله تاهم ماشي رحلة تاهم في مراكش نشاركوا معنا ان شاء الله نعمل لك قهوة بقى نرجع للعشق بقى دي العشق اسمها العشق مش قهوة دابا انا القهوة انا وصلتها ما تعرفش تعملها؟ لا ما كنعرفش نعملها طب انا اعلمك دابا تعملها ازاي؟ تمام وعرفك ايه كل حاجة ونعرف الناس معانا برضه عشان الناس ما تملش مننا باش يشوفوا تمام؟ بص دي اسمها ايه؟ كنكة كنكة دي على قد كوباية القهوة ودي اسمها سبرتايا بالمسمى القديم اسمها سبرتايا سبرتايا تمام؟ سبرتايا دي احنا بس نحضر الأول البن نجيب البن البن بتاعنا يعتبر بن تركي تمام؟ بس بتحن طبعا في مصر البن ده تمام؟ لازم يبقى مثلا معلقتين على الأقل وطبعا على حسب اللي بيشرب بيحبها يشربها ساده في عندنا ساده ساده من غير سكر تمام وفي عندك مظبوط اللي هي معلقه او معلقه ونص سكر تمام وفي معلقتين اللي هي الزياده انا بحب اشربها زياده احنا اصلا بنعشق حاجه اسمها سكر تمام انا بحط كده تمام حطيت القهوه البن على السكر لو جبنا انا عايزين ميه ممكن كوبايه الميه دي هاخد منها بس كده طبعا انت بتحط بص اول حبه ميه حبه صغيرين الاول ولازم ايه
تقوم بالتحريك تقعد بالظبط كده تفضل تقلب لغايه لما كله يدوب في بعض علشان ما تبقاش كله يستوي. انا مش عارف اوصلها لك ازاي بس انا ايوه كله يدوب السكر والبن كمان على قد ما يقدر اللي هو يبقى خفيف ما تحسش بالبن في بقك يعني. بس نفضل كده جامد تخليه يتمسك بينا. انت سامع اصلا الصوت اللي انت سامعه ده صوت السكر اصلا دي. استنى عشان انا الشمس ضربه انت السكر يا مسكر ولع الدنيا يا زوز. ايوه كده يا مسكر. بس قلت لي كسميت هذيك كتسخن عليها السبرتايه عرفتي اش كيدير السكر بزاف باش تدرز عليه الدود في القبر. ينفع كده على الميمة؟ الناس تقول عليا لا حيت الوليد لا الوليد الله يرحمه كيقول خليني غير ناكل السكر باش إلا مت الدود غير يكون يبقى لي حلو قالت باش ما نطولش في القبر باش ما يطولش. الناس تقول لي لما يلاقوني باكل مكعبات السكر يقول لي أنت عامل زي الحصان. حسام بياكل سكر مكعبات كتير جبر الله يرحمه والله إلا كان كياكل سكر. بص أنا كده قلبت جامد. نبدا نحط المايه تاني بقى لغايه انا عايز مش هعرف اوريكم بس اللي هو قبل اخر الكنكه يعني انت فاهم وتقلب تاني. تمام كده نيجي للسيبرتايه بقى. شلتيهاش؟ انا هشيلها دلوقتي. دي السيبرتايه هو دي الدخن ديالها باش لا الدخنه دي البتاعه اللي انا بولع منها عايزه تتغير. يعني هي ادمت اشتغلنا بيها بالذات. بص هذا السواد ده اصلا قول لهم الدخن شنو هو المسه اللي كاين الدخن اللي هو بتاع السبيرتو الابيض لا كولابريلي هو ده لا كولابريلي. بس احنا ممكن نفتح الشباك سيكه كده زوز عشان الدخنه دي. هو الدخنه دي سببها علشان اللي انا بولع فيها مع الفتيل اسمه الفتيل الفتيله دي عايزه تتغير عشان كده بصي اسود خدمت بالظبط كده خدمت ما فكرتيش معلش. بس احنا نستنى بقى دي تبقى على نار هاديه المفروض يعني هاديها ما عندكش كنت تهديها شوي حيت حل الشرجم لا ده كده مش عارف انا حاسس ان انا حطيت اصلا حاجه غلط من فوق مش عارف في السبرتايه مش عارف شنو حطيتي دجاج ده ولا ايه انا مش عارف انت حطيتي لقيتيه فوق في ازازه بيضاء كده انت عارفه بيه هذاك هو الكرابري هو ده صح ازازه بيضاء هو بسبب البتاع ديليو كمتو شي ديليو انا غادي تشوف المنبر ديالنا هنا واحد النوع ديال سيلوليزيك كاعتو لي سيلوليزيك انت تطلع على جوز بتاع وايت سبيريت بول سبيريت كرانيوم هي الفتيله اللي عملت السواد ده كله صافي معلش شفنا فتيله جديده معنا من مصر ما انا هركبها بقى ما دي كتر خيرها بقى لها كتير ورده هانت بس انا ده سودت ايه يا جدعان هي ما بتطلعش كده والله بس انا ما اعرفش ايه اللي جوه معلش سامحونا كحلت يا احمد وكحلت يا الكنكه ولا ويلي وهذا انا بان لي هذا راه غير سليمو كما غادي تسودينا عرفتي ديال السبي كي كيشوف سبا اصلا في ناس بتستخدم الرمل بيرزق يعني بتسخن الرمل وبتتعمل في الرمل في ناس بتعملها على الخشب مثلا لا هذاك لا في حاجه غلط لا غلط عندك يمكن البرودوي اللي درتي راه ما درتيش معليش ما درتيش كمل تتسيون نص لا ديك القرعه فينا هي اللي شتي صافي دابا نطلع نشوف واقيلا دا وات سبيريت ممكن يكون باظ هو لو باظ يعمل كده لا ما يولعش اصلا لا طب هنستنى كومنتاتكم تقولوا لنا ليه عمل الدخنه سودا كده تفتكروا انا حطيت ايه مكان السبيرتو الابيض بيبسي
ما هو كده يبقى بيبسي. يا اختي ويلي 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 شبيك لبيت صبيت لبيت ها قوابين يديك صبيت لبيت اسمها اصلا شبيك لبيك انت خليتها انا عبيني يديك انت قرملنا كلنا قاعد قربت طيب قربت انا كي ما بقاتش ما بقاتش بيرتايا بغيت كحليتايا كحليت كحلي دي بقت ايه يا جدعان ما اقولكوش احلى قهوه دي ولا ايه لا لا اسود قهوه لا 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 هي من الفتيل انا متاكد الفتيل عايز يتغير بس هي صافي طلعت لك والله طلعت تمام قبل ما تفور نقفل بس دي نشوف بقى ايه عايز مكان يبقى عالي مثلا ايه اوريكم هي بتتصب عشان ال الجزء ده كله الوش بتاعها بقى البن الوش ولا الطه المزاج هو ده الوش ينفع كده واللي تحت منه الدخان اللي كان الكنكه الكنكه باظت لا ما باظت الكنكه هاتي تغسل ما بحش كده كده الفتيل شكرا كان نفسي اعمل لكم قهوه والله بس من غير دخان بس سامحوني بقى يعني انا ما رضيتش اقطع عشان انا خليتني عادي الدنيا طبيعي واجب الله المشاهدين بعد كل قهوه انا كنا تشمكروا بحالنا احنا كاع كنا شكرا احنا كنا عايزين كمامه واحنا بنعمل القهوه دابا نشوفكم على خير.